ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس. توسوس تحدث به الباء زائدة أو للتعدية، زائدة أو للتعدية، يعني هل الفعل لازم أو متعدي؟ إذا قلنا لازم قلنا الباء زائدة، الباء للتعدية. إذا قلنا الفعل لازم توسوس قلنا الباء للتعدية، وإذا قلنا متعدي قلنا الباء زائدة. كيف نقول الباء زائدة والقرآن محفوظ من الزيادة والنقصان؟ يعني لو حذفناها ما تأثر الكلام، يعني زائدة من حيث الإعراب لا يتأثر الكلام، وأما بالنسبة للمعنى لا شك أنها تعطيه قوة، يعني مثل ما قالوا في قوله جل وعلا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، وفي الآية الثانية ألم أقل لك، يعني هل الآية الثانية تختلف عن الأولى؟ الأولى ما فيها لك والثاني فيها لك، قالوا لك زائد، وقالوا إن هذا مجاز بالزيادة واسترسلوا في مثل هذا الكلام. لكن المقطوع به المجزوم به أن القرآن مصون من الزيادة والنقصان، ليس معنى هذا أنه جاء من زادها في الكلام، لا، هذا ما يقول به أحد، يعني الذي يقول مثل هذا يكفر. لو قال مثلا قرأ الباء زائدة مجاء بالقلم ومسحها، ما دام زائدة ما لنا بلازم، وأنكرها ما دامت زائدة ليست، نقول لا، هذا خطر عظيم، هذا كفر. إذا أنكرت حرفا مما بين الدفتين أو زدت حرفا، لأن الأمة أجمعت عليه، أجمعوا عليه من الصحابة إلى يومنا هذا، فهو مصون من الزيادة والنقصان، فهذا وهذا بزيادة حرف أو نقصه. فكيف بمن يقول أن القرآن ناقص والموجود بأيدي الناس ما يعادل ولا الثلث؟ نسأل الله العافية، كفر بواح. فمقصودهم بالزائد هنا يعني من حيث الإعراب ومن حيث المعنى، باعتبار أن الفعل يتعدى بنفسه وقد يزاد الحرف للتقوية. ما جاءني من أحد نقول هذه من زائد، والأصل ما جاءني أحد، لكنها جيء بها لتأكيد النفي، لتأكيد النفي وتمحضه، فمن حيث المعنى تفيد الكلام قوة، وإن كانت من حيث الإعراب يجوز حذفها في الكلام العادي لا في كلام الله جل وعلا. كثيرا ما يعبرون عن الحرف الزائد يقولون صلة، صلة الباء صلة، ايش معنى صلة؟ لا محل لها من الإعراب، مثل صلة الموصول، ولا شك أن في مثل هذا أدب، تأدب مع القرآن المصون من الزيادة والنقصان المحفوظ. المقصود أن مثل هذا يتنبه له، لأنه يمر على طلاب العلم المبتدئ قد يوجد عنده ريبة، شيء من الشك، أن يعني القرآن فيه زيادة فيه نقصان، لا، لا زيادة ولا نقصان، ما بين الدفتين محفوظ، فمثل هذا ينتبه له.